نخسر في اللحظات الأخيرة. الأمر لا علاقة له بلعنة ولا بالحظ، بل ويتعدى إشكالية اللياقة البدنية. إنه مرتبط بطبيعة لياقتنا الذهنية وفهمنا للأمور، أسلوب حياة وثقافة. شاهدت في مسابقات الرياضة خسائر عديدة في اللحظات الأخيرة، لأننا لا نتعلم احترام الوقت كاملاً. الدقائق الأخيرة من العمل تعتبر عندنا دقائق انتظار للنهاية، تململ وملل ونظر في الساعة. راقب كيف نتعامل مع الدقائق العشرة الأخيرة من العمل في أي جهة، وستدرك ما أقول. تذكر كيف كنا نتعامل مع الحصة الأخيرة في المدرسة والدقائق الأخيرة من تلك الحصة تحديداً. إنها لحظات ترقب للمغادرة. حاول أن تنهي أي مصلحة في الوقت الأخير من يوم العمل، وسترى رفضاً ومقاومة ودهشة، لأن اليوم انتهى رغم أن موعد العمل لم ينتهي بعد. هل تذكر كيف كان المدرسون في المدارس يمرون مرور الكرام على الصفحات الأخيرة من الكتاب، لأن العام أوشك على الانتهاء؟ هل رأيت عندما تهبط الطائرة على الأرض فيبدأ الكثيرون في مغادرة مقاعدهم والوقوف، والمضيفة تصرخ لأن الرحلة لم تنتهي بعد؟ نحن لا نحترم خواتيم أي شيء منذ الطفولة، ويستمر الأمر معنا في جميع مراحل العمر. بينما أطفالهم وشبابهم ورجالهم يتعلمون أن وقت العمل هو وقت العمل، والاستعداد للمغادرة لا يبدأ إلا بعد انتهاء الدقيقة الأخيرة من الوقت، لذلك يفوزون في الدقائق الأخيرة، بينما نتحسر نحن على هذا الفوز ونعتبر حدوثه لعنة وسوء حظ، بينما هم يرونها مجرد دقائق عادية مثلها مثل ما سبقها من دقائق. فكل اللحظات تعتبر وقتا مناسبا للفوز.